preview. خليكم البنات شي وحده تشوفوا كيفاش كتجي. نسمعوا القماشه ديالها. شوفوا كي كتفتت البنات فريمون كتجي زوينه البنات ولذيذه. البنات كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وفي صحه جيده. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. نصاوبوا هاد لي سيجار البنات بواحد الحشوه اللي زوينه ولذيذه بزاف، والاهم انها اقتصاديه ما فيهاش بزاف. في المقادير عندي هنا البصله مشلده واحد الكميه على حسب شحال ديال لي سيجار اللي بغيتوا تصاوبوا. عندي كذلك شويه ديال المعدنوس مقطع بحال هكا، الزوب حكوك، القرعه محكوكه. عندي هنايا اختياري لما بغيتوش ديروا هاد الفرماج، الا بغيتو تعوضوه بموتزاريلا ولا بفرماج احمر اللي بغيتو، ولا كما قلت لكم ما بغيتوش ديروه ما ديروهش، ماشي ضروري. وعندي هنا الكفته، بالنسبه للكفته كذلك يمكن لكم تعوضوه باي حاجه بغيتو، سواء لداند ولا الكبده ولا اي حاجه عندكم متوفره في الدار. المهم البنات غنشحروا هادشي كامل مع بعض. نزيد البنات شويه ديال المليحه، نزيدو شويه ديال الابزار شي بزاف، غنزيد شويه سكينجبير البنات، ماشي شويه ماشي بزاف، غنزيد شويه ديال الفو شويه ديال بغيتي تزيدو شوية ديال التحميرة ممكن تزيدوها. دابا البنات في هاد الأثناء غادي نزيد هاد الكفتة ديالي كشحرنا قبيلة، هو نخلطو مزيان. دابا البنات مباشره غنزيدو الخيزو والقرعه،
ما صوبتش بالورقه، صوبتها بالتريد اللي فايته وشاركت معكم واحد الفيديو. البنات اللي ما شافوش يرجعوا يشوفوه، نخلي لكم هنا في شي بلاصه اولا نخلي لكم في صندوق الوصف. نخليكم البنات شي وحده تشوفوا كيفاش كتجي، نسمعوا القماشه ديالها، شوفوا كي كتفتت البنات فريمون كتجي زوينه. ها البنات شوفوا شي رائعه البنات بزاف.
كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوهم، حيت فريمون البنات زوينين بزاف بزاف. نتلاقاو ان شاء الله باذن الله في الفيديو القادم. السلام عليكم.